موسم الصيف الأحد الأول. إن الصيف زمن راحة عطلة، فالحصاد قد انتهى، لذا من المفيد أن يقطع الإنسان اهتماماته الاعتيادية لكي ينزل إلى أعماق ذاته، مقيماً ما عاشه في الماضي وما يعيشه الآن وما يتطلع إليه في المستقبل. وتدعونا صلوات هذا الأحد الأول إلى اتخاذ موقف واضح وصريح من الإنجيل. تجبحتا لا لها بمرومي، تجبحتا لا لا بمرومي، تجبحتا لا لها بمرومي، على رعش لاما وصورة طاوة لوني ناشا خل عداني العلمين. أودي لا خبعيتا رابثة هلي سيموث تحباخ ونهران نوشاثا بذاثي دشراراخ نشتوين نقبل قليان براخ حبي ود من شميام وثمان نودي لاخ وين شبحاخ دلا شلوام عين تاخ مخللتا من يذكر عذرانين وخلطوين دتو ما روى روى يدخل العالمين. لا تمشر رئيس من أحمان البارين وتبرق طود نشاثن ومنطران أمينة حيين والقمار حياوين دنودي ونزقل وانشباح بخل عد المار دخول العالمين. آمين آرين من هارم قرخ وشبح كل عمال لها حيا قديشا لها قديشا حيا لها
قديشة واشوي حوح الثان ولا ما يوثى دو قديشة عمان متنح صوياني مثكش بينان اثبان مار حوصة وراح مال عدم عادب كل عدن مار ادخل اوا وورا وروح افقو الشال علمي ربنا وإلهنا أنر عقولنا لسماع وصاياك الإلهية المحية وفهمها وهب لنا بنعمتك أن نجني منها المحبة والرجاء والخلاص لخير نفوسنا وأجسادنا فنرفع لك المجد بلا انقطاع يا رب الكل الآب والابن والروح القدس إلى الأبد انصتوا إلى قراءة من سفر أعمال الرسل بار خمار شيخ حكم خمي باني قديش وجرى على أيدي الرسل بين الشعب كثير من العجائب والآيات وكانوا يجتمعون بقلب واحد في رواق سليمان وما تجاسر أحد أن يخالطهم بل كان الشعب يعظمهم وتكاثر عدد المؤمنين بالرب من الرجال والنساء حتى أنهم كانوا يحملون مرضاهم إلى الشوارع ويضعونهم على الأسرة والفرش حتى إذا مر بطرس يقع ولو ظله على أحد منهم وكانت جموع الناس تجيء إلى أورشليم من المدن المجاورة تحمل المرضى والذين فيهم أرواح نجسة فيشفون كلهم بار خمار رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثيا يقول يا إخوة بارخ مار شيحا حكم خير باني فديشة فأنا أرى أن الله جعلنا نحن الرسل أدنى الناس منزلة كالمحكوم عليهم بالموت علانية لأننا صرنا مشهدا للعالم للملائكة والناس نحن حمقى من أجل المسيح وأنتم عقلاء في المسيح نحن ضعفاء وأنتم أقوياء أنتم مكرمون ونحن محتقرون ولا نزال إلى هذه الساعة نعاني الجوع والعطش والعري والضرب والتشرد ونتعب في العمل بأيدينا نرد الشتيمة بالبركة والاضطهاد بالصبر والافتراء بالنصح صرنا أشبه ما يكون بقذارة العالم ونفاية كل شيء والنعمة والسلام مع جميعكم يا إخوتي آمين Yeah.
شد ماراني شو عم شيحم كارزو ثام أدلو قام شو حالم شيحا مارم أمين الشيحا دخل يسوع يوم السبت بيت أحد كبار الفريسيين ليتناول الطعام وكانوا يراقبونه وإذا أمامه رجل به استسقاء فقال يسوع لعلماء الشريعة والفريسيين أيحل الشفاء في السبت أم لا؟ فسكتوا فأخذ يسوع رجلا بيده وشفاه وصرفه ثم قال له من منكم يقع ابن أو ثوره في بئر يوم السبت ولا ينشله منا في الحال فما قدر أن يجاوبوا شوحا باسمكم جميعاً اسم الرعية الكلدانية بالأردن نرحب بضيوفنا سيادة المطران مرحبيب النوفلي رئيس أساقفة البصرة والجنوب وحضرة الأب سالم ساكا رئيس المحكمة الكنسية الكاثوليكية الموحدة في العراق والأب الجديد شوان حنا اللي صار له فقط 5 شهور هو كاهن يعني بعده بالباكيت فنحييه ونهنيه بتحيه كانوا موجودين في مؤتمر في البحر الميت مؤتمر القانون الكنسي فاليوم الصبح خلص المؤتمر فحبوا أنه يشاركونا بالصلاة نقدس مع بعض ويقدسون على نيتنا فنقولهم أهلا وسهلا بكم بيناتنا وتفضل سيدنا شكرا جزيلا أبونا زيد مساء الخير ومثل ما قال نذكر ثمار القداس اليوم على نيتكم جميعا وعلى نية الكنيسة في العراق وأيضا كنائسنا في الشرق الأوسط اللي اجتمع ممثليها هذا الأسبوع خصوصاً القضاة والمحامين والعديد من الأساقفة والآباء الكهنة والأخوات المحاميات في جنوب عمان يمكن هذا النشاط هو أيضاً جواب الكنيسة للتحدي اللي تواجهه وهو السبت أم الإنسان استمعنا إلى الإنجيل كيف أن يسوع ظل سنين يتحدى هذا العقلية الفريسية في الموضوع الشريعة وكأن الإنسان هو ثانوي أو عبد إلها وكذلك ماربولوس بحيث اضطهدوه هذا الاضطهاد واستمعتم إلى رسالة اليوم كيف تحدث عن الواقع الأليم اللي ديعانيه والكرسي الرسولي والكنيسة الجامعة ما تؤلو جهد إذا ما تنظم نشاطات كثيرة على مستوى الكنيسة الكاثوليكية في سبيل خدمة الإنسان والشخص البشري وكرامته وخصوصاً العائلة اللي هي
مركز الكنيسة ومركز المجتمع أيضاً. وهذا المؤتمر ما كان الأول، كان الثامن من سلسلة مؤتمرات، ويشاركون به ممثلين من كنائس الشرق الأوسط، لبنان، مصر، فلسطين، سوريا، الأردن والعراق. هو هدف تعميق الثقافة القانونية فيما يخص التطورات اللي تحصل في العالم اليوم. كما نعلم المجتمع في تغير، وليس فقط كبشر وعقلية البشر، لكن أيضاً كل الحياة في تغير، إن كان وسائل الإعلام، إن كان الهجرة، مئات الملايين من المهاجرين، إن كان الموضوع القيم الأخلاقية والأدبية. والبابا فرانسيس قداسته كل سنة أو كل ستة أشهر يبعث برسائل وتأكيدات ونشاطات تخص هذا الموضوع، موضوع العائلة، موضوع الشباب، موضوع الطفل، كرامة المرأة التي كما نعلم تهان بما يحصل اليوم في العالم المادي اللي يعاني منه الجانب الروحي، النقص الخطير البيئي. فكانت كثير مواضيع حقيقة، أكثر من 20 ساعة تخص الوقوف بحزم تجاه الإساءة إلى الشخص البشري، خصوصاً الأشخاص اللي هم يعتبرهم ضعفاء جسدياً أو فكرياً، مثل الطفل، مثل القاصر، اللي أو أيضاً الكبير اللي هو أيضاً لديه جوانب من ضعف في الإرادة والجانب العقلي. وهؤلاء هم كلهم إخوة المسيح. يعني هذا الرجل بالإنجيل اللي كان باستسقاء هو أيضاً هذا كان يعتبر بالنسبة للفريسيين ما يستحق أن يعالج يوم السبت. فناقش الحضور اللي كان أكثر من 70 قاضي ومحامي، وناقشوا النضوج الأساسي المطلوب للشخص البشري، خصوصاً لأفراد العائلة، الخطيب والخطيبة، إعدادهم للزواج، لأن هؤلاء مثل البذور، إذا ما يعتني بهم الفلاح كيف راح يكون هذه الشجرة بالمستقبل. وكذلك دعم والإسناد والمرافقة الروحية للزوج والزوجة وللعائلة مع أطفالهم بعد مرور السنوات من الزواج، وهم يواجهون تحديات كثيرة، العلمانية بالجانبها السلبي والهجرة وضيق الحال. وأيضاً دور الكهنة والرعاة، لأن كثير أكو عندنا تقصير، نعترف بهذا الشيء، ربما بسبب شحة المكرسين، يعني نحتاج دعوات كثيرة، يعني لربما بسبب ما دا يحصل لنا من اضطهادات، كما أنتوا هجرتوا من العراق بسبب ما موجود بي من مآسي، من تمييز عنصري ومن الشمولية الدينية والسياسية اللي دا تكسر ظهر هذا البلد في هذه الرحلة المؤلمة التي يعيشها خلال عقود هذه العقود. وأخيراً أيضاً كان الاهتمام حول موضوع المحاكمات الكنسية بحيث تكون في خدمة الشخص البشري. إذن نحن أيها الأعزاء في حاجة ماسة إلى الإصغاء إلى يسوع. هذا الإصغاء اليوم معرض للتهميش والاستبعاد، يعني قليلين اليوم من يصغي ويقول نعم للكتاب المقدس وللمشورات الإنجيلية والتأمل، بسبب طغيان الضوضاء الإعلامية والإعلام المرئي وغيره وغيره، بحيث بقت عندنا مشكلة بالسماع. يعني هذا عدا الاستعمار الثقافي اللي دا يصير عندنا، بحيث كثير من عندنا اليوم معرضين إلى العبودية للثقافات التي تبث إلينا وتدمر ثقافاتنا المحلية. فإذا نحن في أسابيع الصيف بحاجة إلى الانتباه إلى هذه النقطة،
أيضاً أن ننتبه إلى شبابنا. شبابنا اليوم يضايقون كثير، لأنه المجالات أمامهم للرجاء مجالات تقل، فبحاجة إلى أن نتكاتف، أن نكون مع بعض، أن نسمع واحد الآخر، خصوصاً مثل ما قلت الجانب المظلم اللي دا يحصل وسائل التواصل، وأنتوا أدرى بيها يعني، والإنترنت وغيرها. فبحاجة نحن إلى دائماً التجدد وتحديث حياتنا والارتكاز إلى جذورنا الروحية، جذورنا التي هي التي أولدت هذه الشجرة العظيمة كنيسة المشرق. فهي كلمات قصيرة ممكن أن تخدمنا طول العمر، هي ثقافة الحياة، ثقافة الشكر، أن نشكر، أن يكون عندنا امتنان يومياً من الصبح للآب السماوي على هذه النعمة، أن ننتبه إلى قيم العائلة في تصرفاتنا اليومية وفي كلامنا وفي أحاديثنا، أن نقول شكراً للبابا وماما، يعني للآباء والأمهات الذين مضى عليهم عشرات السنين يتعبون، وإحنا نلاحظ كم وكم من أكو إهانات بسبب لا مبالاة الأولاد. أيضاً الأمومة بحاجة إلى رعاية، لأنه إن لم نزيد ونكثر راح نقل ونصغر يعني. فإذاً الطفل اليوم هو علامة رجاء في هذا العالم. كذلك الاهتمام بالمواهب، كلكم عندكم مواهب الروح القدس تقدرون تستفادون من عندها، هذا كلها من أجل هذا الإنسان حتى ينطي له رجاء. وأكيد طبعاً إحنا بالأخير مرشدنا الكبير هو الرب، وأمنا العظيمة أمنا مريم العذراء تكون بركة بحمايتها الأمومية ونعم صلاتها علينا. فأتمنى لكم أسبوع مبارك وأن تتحقق أمالكم، وأيضاً صلوا لنا نحن أيضاً في كنيسة العراق. آمين. لنرفع صلاتنا إلى الرب ثقة قائلين: ساعدنا يا رب، ساعدنا يا رب، يا رب، من أجل أن نهتم أكثر فأكثر بالإنسان المخلوق على صورتك وشبهك، ونزيل كل ما يحط من كرامته وحريته وسعادته، نسألك. ساعدنا يا رب، يا رب، من أجل أن تحررنا محبتك من كل قيد أو قلق يعيق نمونا الإنساني والإيماني، نسألك. ساعدنا يا رب، يا رب، من أجل أن تنير جميع قادة العالم ليسعوا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين البشر، ويحترموا حقوق الشعوب وخصوصياتهم، نسألك. ساعدنا يا رب. لاخ مريا لاح ثانا مثكش بينان وشالينان شملا عمان طيب وثاخ واشبع بذين موها وثاخ ورحمينك واحنا نادى له ثاخ نهون حسي حبد عماخ والشوقا نحطا يدخل لعند مرعيثخ دغويت لاخ طيب وثخ ورحميك مار دخولا وورو روحة قدشا العلمين Yeah.
المسيح الذي ضحى بذاته من أجل خلاصنا وأوصانا أن نصنع ذكرى موته ودفنه وقيامته، هو يقبل هذه، وبحسب وصيتك يا ربنا وإلهنا توضع هذه الأسرار المجيدة المقدسة على المذبح الغافر وتعد حتى ظهور رب ثانية من السماء، له المجد كل حين إلى الأبد، آمين. بارك يا أبانا، ليقبل هذا القربان بوجه مشرق وليتقدس بكلمة الله وبالروح القدس، فيكون لنا للعون والخلاص والحياة الأبدية في ملكوت السماء بنعمة المسيح. شو حالا ولورا والروح قدشا على المذبح قدشا نوي دخرانا دو ثلتا مريم ميدالها من عالم كل عما من وامن دخرا مرتوما عن المذبح خدشا عن كنيد انصى سهدي تتكلل اشفع عن ثورا قلوب عن ميدي وقيم تشوحتا شوحت في من نور الان وجميع الكهنة والشمامسة والفتيان والعذارى الذين رقدوا وخرجوا من هذا العالم بالإيمان الحق، وخاصة على نية القداديس إيفان أمير بقى صلاة الأربعين وصلوا نعم ساكا صلاة الأربعين، وعلى نية الأسماء الموضوعة على المذبح المقدس، وجميع والدينا وإخوتنا بنينا وبناتنا وجميع رؤساء الدول وجميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين من بلادنا ومن سائر البلدان، ليمنحنا الله الذي كللهم يوم القيامة رجاء سعيدا وميراث الحياة في ملكوته السماوي. يا رب لك الشكر على نعمتك الغزيرة التي بها أهلتنا بالرغم من ضعفنا وفقرنا،
للاحتفال بسر جسد المسيح ودمه. نسألك أن تعيننا للقيام بهذه الخدمة بمحبة كاملة وإيمان حق. نؤدي لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وإلى الأبد. آمين. سلام عم خون. شو عم شيحة وحب دالها وشو تابوث هذا روحة قدشاتي وعم كلن هاشا ووخ الزوان والعالم عن مين آمين ليل نهوان مدعايكم يستحق المجد من جميع الأفواه وشكر من كل الألسن والسجود والتعظيم من كافة الخلائق ثالوثك الممجد أيها الآب والابن وروح القدس. يا خالق العالم بنعمتي ومبدع البشر برحمتي ومخلصهم بحناني ومع ألوف السماويين الذين يسجدون لعظمتك وربوات الملائكة القديسين وأفواج روحاني قدام النار والروح الذين يسبحون اسمك والكاروبيم القديسين والصرافيم الروحانيين الذين يقدمون السجود لعظمتك وهم ينادون بعضهم بعضا قائلين Amen.
ومع هذه القوات السماوية نحمدك ونبارك كلمتك المتجسد الذي هو شبهك وضياؤك وصورة جوهرك، والذي لم يعتد مساواته لك اختلاساً بل أخلى ذاته وصار إنساناً كاملاً من أجل خلاصنا، وترك لنا هذا السر الذي نقربه الآن أمامك. إبليليا هاود ويشلم سو لحمة بيذاو قدي شاثا وارم عينا والواثا خالها هوي أحيذ كول وودي لاخو وارخ وقصا ويا والتلميذة وكذامر ساو أخول مني كل خون هانا وبغر دعال بيكون مثقصة شو قانا لحطاهي. هاخنا من باثر دحشيم نسو بيذا وقدي شاثا كاسا دخيا وودي لا خوارخ يا والثلميذ وكذا عمر ساو اشتاو مني كل خون هانا وديم دذيا ذيق احذت العالم رازد هيمانوثا دحلا بيكون وحلا سقيه مثل شو قانا دحطاه. كل إما ثد عوديتون هالين ذخرانوم عهديتون كما أوصيتنا يا رب. ها قد اجتمعنا نحن عبادك الضعفاء الفقراء للاحتفال بهذا السر العظيم الذي نتذكر فيه النعم العظيمة التي أغدقتها علينا والتي لا توفى، لا سيما تدبيرك الخلاص، فأحييتنا بإلهيتك ورفعتنا غافرا خطايانا، أنرت عقلنا، نصرت طبيعتنا الضعيفة بمراحمك الفائضة. فعلى كل هذه النعم نرفع لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وإلى الأبد. مبعيكون صلاة وسلاما عما نيام. أيها الرب القدير، اقبل هذا القربان الذي نقربه لك عن جميع النعم التي فضتها على الطوباوية مريم دائمة البتولية وجميع الآباء والأبرار والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين. تقبل يا رب هذا القربان الذي نقربه لأجل الكنيسة المقدسة الجامعة في كل مكان، وخصوصاً لأجل آبائنا القديسين مار فرانسيس بابا روما، مار لويس الباتريارك، مار حبيب أسقفنا، وكل الأساقفة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات. نعم يا ماراً، ولا نقبل القربان أذي بدل كل غبين وحشان، بدل كل سنيق وأيق، بدل كل كريهم عذب، بدل كل عنيد دبرشلم شنيلي من بيناثن، بدل عما آذي ديل بخيار وبسبار رحم ديو. نعم يا مارن ولا نغبول قربان آذي بدل كل أنديل قيمة قامت مذبح قديشة وصلوثة بإداث الآن حطايا طلبي مجاوب مطلبات دين وشوق قنادين ومحاسي خطية فيهن. تقبله يا رب لأجل هذا الوطن وسكانه وهذه المدينة وأهلها، صنهم بقدرتك من كل الأضرار والآفات، وامنحنا أمنك وسلامك كل الأيام. ونحن أيضاً يا رب عبادك الضعفاء الفقراء المجتمعين باسمك والقائمين قدامك الآن، وقد قبلنا بالتواتر عن آبائنا ما رسموا ابنك، إننا نحتفل بتسبيح وفرح بهذا السر العظيم الرهيب المقدس المحي الإلهي، سر آلام ربنا ومخلصنا يسوع المسيح وموته ودفنه وقيامته. قفوا خاشعين وهادين وصلوا السلام معنا. نثم روح قديسة وندنع القربان أنا أدعو ديكون ورخي وقشي نوين لنمار حسايد حوبي والشقانة ضحطاه والصورة ربا دقيمتان بأثميثي والحي حث ملكوثة دشمية عم كول دش بارغ ذاميك وعلى باي كلهم دبرانو ثاذي رفث وثمهت دلواثن نو ديلاخ وانشب حاخد لا شلوى بعيت اخبريقات بذمي يقيرا دمشي حاخ.
المسيح سلام للعالمين وأمان البشر واقتد الأمن والسلام في أرجاء المعمورة وفي كنيستك الجامعة وأزل الحرب عن وجه الأرض واهد الشعوب المتخاصمة الداعية إلى العنف فنعيش حياة هادئة واتعة بنقاوة وتقوى مقروالا مارا ولا هان مرحمن وثاد نعمدي يخلقي بداني رازم شبحو قديش ومخيان ولا هاي كذلا شاوينا مشرا قذلا شاوينا نقترب يا رب مؤمنين باسمك الحق من هذه الأسرار المقدسة ونكسر بحنانك جسد يسوع المسيح ونسيمه بدمه الكريم باسم الآب والابن والروح القدوس إلى الأبد آمين مثل شيم دما يقيرا بغرم أحيانا دماراني شو عمشيحا شما وورا وروحة قدشان عمين آمين فانشر شما بغرق قديشا بدم محسيانا دماراني شو عمشيحا شمد بابا وبرونا وروحة قدشان عمين آمين لقد أفرزت وتقدست واكتملت وامتزجت واتحدت هذه الأسرار المجيدة المقدسة المحية والإلهية باسم الآب والابن والروح القدس مغفرة لخطايانا ورجاء القيامة من بين الأموات وحياة جديدة في ملكوت السماء لنا وللكنيسة التي هاهنا في كل مكان الآن وإلى الأبد ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس معنا جميعا الآن وإلى الأبد لنقترب كلنا بالتقوى والإجلال لتناول جسد مخلصنا ودمه الكريم نتذكر آلامه ونتأمل في قيامته بقلب نقي وإيمان حق فلنتقبل إذن موهبة الحياة الأبدية بحب كبير وتواضع عميق ونشترك في أسرار الكنيسة بصلاة نقية وبتأثر بالغ وبثقة التوبة نندم على خطايانا طالبين الرحمة والمغفرة من الله رب الكل ومسامحين إخوتنا على زلاتهم يا رب اغفر خطايانا وزلاتنا ومنقينا نياتنا من الخلافات والخصومات يا رب اغفر خطايانا وزلاتنا ونفوسنا صافية من كل حقد وعداء يا رب اغفر خطايانا وزلاتنا نتناول القربان فنتقدس بالروح القدس يا رب اغفر خطايانا وزلاتنا نشترك في الأسرار بالمصالحة والوفاق المتبادل يا رب اغفر خطايانا وزلاتنا لتكن لنا يا رب هذه الأسرار لقيامة أجسادنا وخلاص نفوسنا وللحياة الخالدة لنصلي السلام معنا محاسي ماريب حنين وثخخ طياثن وسخلواثن ومقادي السقواثن بنعمديوخ مخشخلان بداي موثد لمو مقامه قيموخ قولبا صبيا وبثواثا قليه فارسي يايد منوخ برحمديوخ بشلو التطالا كلهم بغضاد قارخ لوخ وهادخ أمروخ كنت وشميان قتاش ماختي في مكوثة نوي صويا
منا دار رحمن اشرقنا الحيا لا تعلى المسيونا إلا قصام من بيشام الطول ذي لاخيم الكوثة حينا تشبعت العالم آمين آمين. إيه نعم يا مريا ألا خيلان ألا أنطا وباب المليا رحمة طلبخ من أخوكم شاب البخ الكبير وثدم رحمن وثخ لا يا مريا لا يا مريا لما بيل التنجرة بألم خالصة من بيش وخيل واثي سبب دي وخيل ملكوثة وخيل وقوته وقباروثة وشلطانة بشمية وبرا هاشا وخل زوان والعالم عالمين آمين سلاما قديش يا إبش الموثى حدا قديش حاب براق قديش حاب روح قديش شو حلاوة نورا والروح قديش قدس أجسادنا بجسدك المقدس واغفر ذنوبنا بدمك الكريم وطهر ضمائرنا بحنانك أيها المسيح رجاؤنا إلى الأبد موهوثة طيب وثد محيانا ماراني شو عم شيحات اشتمل برحمة عم كلان عالم
نعمة الروح القدوس اقتربنا واشتركنا في تناول هذه الأسرار المقدسة المحيية والإلهية لنقم جميعنا
سوية ونمجد الله واهبا. السلام معنا. رغم ان هذه الالحان معظمها حزينه، يعني البتي الحان القداس مؤلمه وحزينه، هي نتيجه للواقع المعاش في وادي الرافدين، لكن هذا ما يعني نفقد الرجاء بالرب، بالعكس هو القيامه والحياه، ويبقى معنا إلى آخر يوم في حياتنا. يليق يا رب مدى الأيام أن نرفع لك الشكر والمجد والسجود، لأنك أهلتنا بنعمتك نحن المائتين لنقدس اسمك مع الروحانيين، فنلتذ بعذوبة أقوالك ونشترك في أسرار موهبتك يا رب الكل، أيها الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. هاود ورخان بكل بركان دروح بشمية بأذي شعم شي حمارا يولم بغري وذمير أهون حيد لامث حبلين هودين واريخ الخنشان والنطار لقيامان حيل درازي شويحي وقديشي ومحياني والهاي ونيشي حي تصلي ومارانايا تهون حثيمي ونطيري من كل نخياني نكسيا وغليا هاشا ووخل زوان والعالم علمي. نكرر شكرنا لسيدنا والأبونا سالم وأبونا شوان لزيارتهم لنا واشتراكهم معنا بالصلاة، وما ننسى نقدم شكرنا لقناة نورسات الفضائية ومكتبها في الأردن، كادرها مديرة المكتب ربنا يبارك بيهم على الرسالة اللي يقومون بيها، أنه دائما ينقلون احتفالاتنا وكل الصلوات إلى كل العالم. مساء مبارك للجميع. شبح حي
مخ عليه